بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في تسجيلات الألباني الإسلامية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المبارك، فتاوى جدة، فتاوى جدة، لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، المجموعة الأولى، الشريط الرابع. والآن مع مادة هذا الشريط. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم بارك في عمره وفي وقته. ما معنى التدليس ومن هو المدلس وأنواع التدليس وأشهر المدلسين؟ التدليس في علم الحديث أن يروي الإنسان عن راو في الظاهر هو شيخه، ولكن يروي عنه ما لم يسمع منه. إذا كان هناك راو له شيخ معروف بالرواية عنه، ولكن بعض الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة، إنما سمعها بواسطة بينه وبين شيخه، ثم يروي حديثا من هذه الأحاديث عنه، لا يقول في روايته عنه كما هي عادته حدثني شيخ فلان، وإنما يقول قال فلان أو رويت عن فلان، يأتي بلفظة توهم السامعة أنه تلقى الحديث عنه كما هي عادته بالسماع منه، لكنه في الواقع لم يسمعه منه، ولا يريد أن يعلم السامعين لأن هذا الحديث ليس كالأحاديث التي أرويها عنه سماعا، وإنما رويته بالواسطة. لا يريد أن يبين للناس هذه الحقيقة لسبب أو آخر، سأحاول أن أذكر بعض هذه الأسباب. فبهذه الرواية يتجنب التصريح بالتحديث، لأنه لو صرح بالتحديث ولم يسمع منه يكون كاذبا، فهو يعلم أن الكذب حرام، وأنه لو كذب في زمرة الكذابين فهو لا يكذب وهو يخشى الله، ولكنه يأتي بعبارة توهم السامعين أنه سمع الحديث من شيخه، والواقع أنه لم يسمع ذلك. لذلك سماه علماء الحديث تدليسا، ذلك بما فيه من إيهام السماع وهو لم يسمع. وهذا التدليس نوع من أنواع التدليس، ويسمى بتدليس الإسناد، والذي يدفع بعض المدلسين على هذا النوع من التدليس أسباب كثيرة. أن يكون شيخه مثلا أصغر منه سنا، فلا يروق له أن يروي عن من هو أصغر منه سنا، أمر شكلي محض، لكنه لا يقصد ما سيقصده الجنس الثاني من المدلسين، أو لا يروي عن شخص لا يصرح باسمه لأمور سياسية مثلا. قد يكون شيخه من الأشخاص الذين تراقبهم الدولة في ذلك الزمان وتحاول القبض عليه، وهو لا يريد أن يقول حدثني فلان، لأن الدولة ربما تأتيه وتسأله أين لقيت فلان وأين سمعت فلان، فيقع في المشكلة السياسية، فهو يريد أن يجتنبها، فلا يسمي شيخه لهذا السبب. هذا بعض الأمثلة التي يلجأ إليها بعض المدلسين لإسقاط الواسطة بينه وبين شيخه الذي هو من عادته أن يروي عنه بالسماع. أما النوع الثاني من أسباب التدليس فهو قبيح جدا، ومن ثبت ذلك عنه تسقط عدالته، كأن يسقط الشيخ بعلمه لأنه ضعيف لا يحتج بحديثه، فهو يسقط الشيخ الضعيف بينه وبين شيخ شيخه ليظهر الإسناد سالما من الضعف، وهذا بلا شك كما ترون برؤية واضحة جدا أنه تدليس خبيث، لأنه يظهر السند الضعيف بمظهر السند الصحيح، وفيه خيانة في أداء الأمانة العلمية، لا يجوز للمسلم أن يقع في مثلها. هذا النوع من التدليس يسمى كما قلنا
تدليس الإسناد. هناك لون آخر وهو في مظهره أخبث من الأول لأنه أخفى منه، ولكن أيضا يرد عليه الأسباب التي أشرنا إليها آنفا وذكرنا بعضها، ويعالج هذا المدلس بنفس الأسباب إن كانت جائزة أو كانت محرمة. هذا التدليس يسمى بتدليس التسوية، وذلك بأن يأتي الراوي من رواة الحديث لا يفتك الشيخ الذي بينه وبين شيخه، فهو قد يقول حدثني فلان، ولكنه يفتك شيخ شيخه من فوق، فيظهر للراوي أو للسامع بهذا الإسناد أن الإسناد سالم من أي علة، لأن هذا المدلس قد صرح بالتحديث عن شيخه، ولكن لا يخطر في بال السامع أو الراوي الإسناد أن التدليس إنما هو من فوق شيخه. وقد ذكر علماء المصطلح مثالا في هذا، أن الوليد بن مسلم كان راوية عن الإمام الأوزاعي، إمام أهل الشام في زمانه، فكان الأوزاعي يروي من جملة ما يروي عن بعض شيوخه المتروكين، واسمه يوسف ابن نسيت ابن من الآن. فكان الوليد بن مسلم إذا روى عن الأوزاعي يسكت شيخ الأوزاعي، فيقول مثلا حدثني الأوزاعي عن فلان، أي شيخ الأوزاعي الذي اسمه يوسف. فانتبه لذلك بعض المحدثين فسألوه عن ذلك، كيف أنت تفعل هذا؟ فتسكت هذا الرجل المتهم المكتوب، فيقول انظروا الآن كيف أنا أرى الناس تختلف وتضطرب كل الاضطراب، فيقول إني أجل الإمام الأوزاعي أن يروي عن رجل متروك كمثل يوسف هذا. فقال له الناقد البصير: أنت تجل الإمام الأوزاعي عن شيء فعله روى عن هذا المتروك، ثم لا تبالي أن تظهر الحديث الضعيف ضعيف جدا في مظهر الحديث الصحيح من أجل أن ترفع من مقام الإمام الأوزاعي أنه يروي عن هذا المتروك وقد روى. فهنا انتهت القصة، وفيه بيان أن تدليس التسوية أخبث من تدليس الإسناد، لأنه يسقط من فوق، حيث لا يخطر في البال عادة أن التدليس والإسقاط للرجل لا يكون إلا من بين الراوي وشيخه مباشرة، بينما هناك هذا النوع من تدليس الشيوخ. ولذلك فهذا النوع من التدليس إذا كان الراوي يروي حديثا يشترط المحدثون أن يكون إسناده مسلسلا للسماع أو التحديث في كل الطبقات وفي كل الدرجات، من عند الراوي المكان بالتدليس إلى الصحابي الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سماع منه. هذا نوع ثاني من أنواع التدليس. وهناك نوع ثالث وهو ما يسمى بتدليس الشيوخ، يكون الشيخ مشهورا عند المحدثين باسمه، فيأتي المدلس ويكنيه بكنيته ولا يسميه باسمه تعنية لحاله على الناس، أو يكون مشهورا بكنيته فيسميه باسمه الذي لم يشتهر به، كل ذلك تعنية لحاله. والأسباب التي ذكرناها فيما سبق أيضا ترجها هنا، فلا ينبغي أن نتصور من مجرد أن نسمع عن زيد من الناس أنه مدلس أن نقول أعوذ بالله، كيف هذا يدلس؟ لأن التدليس قد ذكرنا قد يكون بأمر لا تمس عدالة المدلس. من أشهر المدلسين من التابعين الحسن البصري، وهو امتبار علماء التابعين وزهادهم. فهل إذا رأينا في كتب الجرح والتعديل الحسن البصري
مدلس يسقط تدليسه عدالته؟ الجواب لا شيء من ذلك، إلا لو ثبت وحاشاه أن يثبت هذا عن الحسن البصري أنه كان يروي عمن لقيه ما لم يسمع منه إظهارا لصحة الإسناد، والذي أسقطه هو ضعيف عنده. والأقرب كما يقول بعض المؤلفين المعاصرين أن الحسن البصري عاش في زمن الخلاف بين بعض الدول كالعباسيين مع الأمويين، فكان هناك عداوات سياسية، فكان يروي عن بعض الأشخاص الثقات ممن له موقف خاص من بعض الحكام فيسقطه لكي لا يؤاخذ بالرواية عنه، وليس يفعل ذلك سترا عن ضعف الذي أسقطه. هذا ما يمكن ذكره جوابا عن السؤال عن التدليس وأنواعه. تفضل. أولا عن الأعمش، الحافظ بن حجر ذكر الأعمش في الطبقة الثانية من طبقات المدلسين، مع أنه يشتهر الآن أنه يعني مدلس، فإذا عن فلا يقبل سماعه وتحديثه، فإن الحافظ بن حجر ذكره في طبقة المقبولين. هذا أولا. والثاني عن أبو الزبير المكي الذي ممدوح، هذا الذي رد عليه في تنبيه المسلم، نقل كثيرا عن الحفاظ المتقدمين أنه ما أحد منهم ذكر أنه مدلس إلى عصر الدارقطني والنسائي، ويعتبرون من المتأخرين بالنسبة له، فهؤلاء هم أول من ذكر أنه يدلس. فما رأيك في هذا؟ جوابي على هذا، بناء على القواعد الحديثية أو بناء على بعض القواعد الحديثية التي منها من حفظ حج على من لم يحفظ، ومنها الجرح مقدم على التعديل، والتدليس جرح معروف واضح ليس جرحا مبهما، فإذا جمعنا بين هاتين القاعدتين سقط الاحتجاج بأن المتقدمين ما وصفوا فلانا بالتدليس وإنما بعض المتأخرين، لأن الجواب سنقول عليه هل هذا الجرح صحيح أم مخالف للواقع؟ مخالف لمن تقدم، هذا صحيح لأنهم لم يذكروا فيه تدليسا، لكن بعض من تأخر من الحفاظ قد ذكروا فيه آني في الراوي فلان أو فلان، لا يهمنا الآن التحديد، قد ذكروا فيه تدليسا، فمن حفظ حج على من لم يحفظ، والتدليس علة وجرح مفسر، فينبغي الاعتماد على هذا الجرح ولو صدر من بعض الحفاظ المتأخرين. وبخصوص الشخصين المذكورين آنفا، الأعمش وأبي الزبير، الأعمش قد وصف بالتدليس فعلا، ولكن لكثرة حديثه قد سلك صاحبا الصحيحين حديثه مسلك الاعتماد على حديثه ولو كان حديثه معنعنا، لأن تدليسه بجانب كثرة حديثه قليل جدا. ومع ذلك فعلماء الحديث حينما يصنفون المدلسين بتلك الطبقات كما أشرت عن الحافظ بن حجر، فهذا بالنسبة لبحثهم واستقرائهم، لكن لا يعنون بذلك أن هذا المدلس الذي وضعه ابن حجر مثلا في المرتبة الثانية لا يكون التدليس أحيانا سبب ضعف في الحديث، لكن الأصل أنهم يسلكون تدليسه إلا إذا بدا لهم أن في حديث ما رووه إشكالا من ناحية الشرعية، كأن يكون مثلا فيه نكارة في المتن، فيحاولون أن يجدوا في إسناد هذا الحديث الذي فيه نوع من النكارة، فيبحثون بدقة متناهية فيقفون عند هذه العنعنة، هنا يقولون عنعنة هذا الإسناد هو تدليس الأعمش. فإذا هم يغضون النظر عن تدليسه غالبا ويعللون بتدليسه بعض الأحاديث أحيانا إذا ما تبين لهم أن في المتن شيء من النكارة تدل عليه
عمومات الشريعه. اما بالنسبه لابي الزبير فابي الزبير هذا قد روى له مسلم كثيرا عن جابر رضي الله عنه، وقد وصف بالتدليس الا فيما اذا روى الليث بن سعد عنه فيحمل على السماء، لما ثبت عند المحدثين ان الليث بن سعد وهو امام من ائمه المسلمين قرن مع الامام مالك رحمه الله، بل قبله بعضهم عليه في الحديث والفقه، الا ان بعض الاذكياء قال الفرق بينهما ان اصحاب مالك حافظوه بالعنايه باحاديثه وبفقه، اما اصحاب الليث فضيعوه، ولذلك لم يشتهر اشتهار الامام مالك، والا هو مثله او هو اجل منه. الليث بن سعد هذا وهو مصري مشهور بجلالته والفقه والعلم، تنبه لتدليس ابي الزبير قديما، ولذلك جاءه فساله سؤالا صريحا. ومثل هذا قلما نجده في الرواة الذين وصفوا بالتدليس، سواء كان الواصفون له به قدامى او محدثين، لا نجد هذا الجواب، هذا السؤال الصريح يوجه اليه بصراحه فيقول الليث بن سعد لابي الزبير: هذه الاحاديث التي ترويها عن جابر كلها سمعتها منه؟ قال: لا. وهذا من انصاف ابي الزبير، وهذا مما نجاه من ان يسقط علماء الحديث عدالته، فكان عندهم ثقة، ولكنه لما صرح بأن هذه الأحاديث التي يروي عن جابر بعضها سمعها منه والبعض الآخر لم يسمعها منه، صنفوه في زمرة المدلسين. وانتبه كما قلت لذلك الليث بن سعد، فسأله ذلك السؤال فأجاب بصراحة مذكورة هنا أنه لم يسمع كل الأحاديث التي يرويها عن جابر. قال: فعلم لي على الأحاديث التي سمعتها منه. فعلمها له. فكان الليث بن سعد يروي عن أبي الزبير الأحاديث التي سمعها عن جابر. وإذ الأمر كذلك، العلماء النقاد كالدارقطني وغيره إذا وجدوا حديثا في صحيح مسلم من رواية أبي الزبير عن جابر، بل بعضهم ومن روايته عن غير جابر، يتوقفون عن الاحتجاج به لما ثبت أنه لم يسمع كل أحاديث أبي الزبير. وإخراج مسلم لحديث أبي الزبير لا يستلزم الحقيقة التالية التي يغفل عنها ذاك المعتدي المصري، وهذه الحقيقة هي: ليس عندنا ما يدلنا على أن أبا الزبير كان عند الإمام مسلم معروفا بالتدليس ومع ذلك روى عنه. فلا يصح، والحالة هذه، أن يقال إن تدليس أبي الزبير غير ثابت لرواية الإمام مسلم عنه عن جابر، لأننا نقول كما قلنا في مطلع هذا الجواب: من حفظ حج على من لم يحفظ. ولذلك صرح بعض النقاد المتأخرين الجامعين للإطلاع على أقوال المتقدمين والمتأخرين في الرواة، ألا وهو الإمام الذهبي، حيث قال لما ترجم لأبي الزبير ووثقه وبين أنه متهم بالتدليس، قال: ففي القلب فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي الزبير عن جابر شيء. لماذا؟ لأنه ثبت وصفه بالتدليس، وليس جرحا مرفوضا بل هو جرح مقبول. على ذلك جرى بعض الحفاظ الذين تلوا الطبقة الآتية بعد الإمام الدارقطني وأمثاله على إعلال أحاديث أبي الزبير عن جابر بالتدليس، في مقدمتهم عبد الحق الإشبيلي الأندلسي، فإنه كثيرا ما يعلل الأحاديث المروية عن أبي الزبير عن جابر بالتدليس في كتابه الأحكام، وله
ثلاثة كتب: الأحكام الكبرى والأحكام الوسطى والأحكام الصغرى. أصل هذه الكتب الثلاثة أولها الأحكام الكبرى، وهو كتاب جامع من أحسن الكتب التي تساعد الباحثين والمحققين على التحقيق في الأحاديث وتتبع الطرق، لأن عبد الحق الإشبيلي هذا في كتابه الأحكام الكبرى ينقل الأحاديث من كتب السنة بأسانيدها، حتى ما ينقله عن البخاري ومسلم. يقول البخاري هكذا يبدأ، ما يقول روى البخاري: البخاري حدثني فلان عن فلان، يسوق السند إلى الرسول عليه السلام. مسلم، أبو داود يذكر أحاديث الكتب الستة وغيرها من كتب السنن الأخرى التي كانت وقعت له. فيستطيع طالب العلم بهذا الكتاب مثلا، حتى في هذا الزمان الذي بدأت كتب السنة تنشر بصورة فائقة جدا والحمد لله، يجد في هذا الكتاب أسانيد بعض الكتب لا يجدها حتى اليوم في المطبوعات لأنها لم تطبع، مثل مثلا مسند البزار، فهو ينقل الأحاديث التي يذكرها في الأحكام الكبرى عن البزار بسند البزار. نحن كثيرا ما نعيا ونتعب بمعرفة إسناد البزار، فلا نجد له أثرا إلا في كشف الأستار مثلا، وهذا خاص بالزوائد على الكتب الستة. لكن أحيانا يكون البزار قد تفرد بزيادة يذكرها بعض الحفاظ كالزيلعي والعسقلاني ونحوهما، ويسكتان عن إسنادها، فنحاول أن نعثر على سندها، فنعود إلى كشف الأستار فلا نجد السند لما تقيد به من شرط. فإذا ما رجعنا إلى الأحكام الكبرى للإشبيلي استفدنا إسناده من هنا. هذا شيء من ترجمة الأحكام الكبرى. أما الأحكام الصغرى فهو أفيد للمبتدئين في هذا العلم، لأنه حذف الأسانيد واقتصر على التخريج، زايد أنه يعطي خلاصة الإسناد المحذوف، وهذا هو تحقيق العلم. لأن الناس من قديم الزمان حتى اليوم يظنون أن علم الحديث هو أن تفتح هذه الكتب وتنقل نصف صفحة تملئها بماذا؟ رواه فلان جزء كذا صفحة كذا وبعض المطيل، فيقول كتاب كذا وباب كذا وجزء كذا وصفحة كذا وفلان 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 وفلان، أصفر ثم يصمت، فلا يفهم الطالب والباحث ما شأن هذا الإسناد، أو صحيح أم حسن أم ضعيف أم غير ذلك من مراتب الحديث. هناك الحافظ عبد الحق الإشبيلي حينما حذف في كتابه الثاني الأحكام الوسطى أسانيد المخرجين للأحاديث في كتابه الأول الأحكام الكبرى، يعطيك درجة الإسناد، فيصحح ويضعف ويعطي الحديث ما يستحقه من مرتبة، بغض النظر أصاب أم أخطأ، فكلنا معرض للصواب والخطأ، والمهم ما يغلب على الإنسان. ولا شك أن الحافظ هذا وأمثاله صوابه أكثر من خطائه، وهذا الذي يجب أن ندندن حوله دائما وأبدا، ولا نطلب المستحيل من أي مؤلف كان قديما أو حديثا، لأن هذا طبيعة الإنسان الذي فطره الله عز وجل على الخطأ والنسيان. أما الكتاب الثالث الأحكام الصغرى فهي خلاصة الوسطى، الوسطى فيها الصحيح والحسن والضعيف، أما الصغرى فليس فيها إلا الحديث الصحيح في نقله هو. ولذلك فأنا أقترح أنه إذا وجد أحد من طلاب العلم أوتي بسطة في هذا العلم ونشاطا، أن يحاول تحقيق هذا الكتاب وأن يخرجه للناس، لأنه بمثابة الإمام في أحاديث الأحكام لابن دقيق العيد، أو بلوغ المرام من أحاديث الأحكام للحافظ العسقلاني،
بل هو لعله خير منهما. هذا شيء مما يتعلق بالتدليس المتعلق بالأعمش أو بأبي زبير. وشيء أخير، قلت إن عبد الحق الإشبيلي يعلل أحاديث التي جاءت من رواية أبي زبير عن جابر، لكن جاء من بعده الحافظ أبو الحسن ابن القطان، وهو أيضا حافظ مشهور من تلك البلاد، فتعقب عبد الحق الإشبيلي في كثير من مواطن التي بدا لابن القطان أن الإشبيلي واهم فيه، في كتابه الذي سماه بالوهم والإيهام. هذا الكتاب لا يزال مع الأسف في عالم المخطوطات، وقد تفضل أحد طلاب العلم في هذه البلاد فأرسل إلي نسخة مصورة حينما وقف على كتاب ذلك المصري المعتدي الجائر، ووجد أنه خالف النقد العلمي الصحيح، ووجدني قد أصبت المحكة في نقدي لأحاديث أبي زبير عن جابر، فوجد فصلا طويلا في كتاب ابن القطان، فاتصل بي هاتفيا وذكر لي ذلك وأخذ رأيي هل أرسل لك نسخة من هذا الكتاب، قلت بداهة مشكورا، وتفضل وأرسل فعلا الكتاب. فلما اطلعت على ما فيه تبين لي أن ابن القطان تتبع الحافظ عبد الحق الإشبيلي في عشرات الأحاديث ساقها بأسانيدها، ليس فقط من سنن داود وما دونه من السنن، بل ومن صحيح مسلم. فقال سكت عبد الحق الإشبيلي عن الحديث الفلاني والحديث الفلاني، وهي من رواية أبي الزبير عن جابر وبعضها في صحيح مسلم، واقتصر عبد الحق الإشبيلي في عزو هذه الأحاديث إلى مسلم، فأوهم القراء، هنا الشاهد، فأوهم القراء أنها سالمة من النقد، ولم يذكر كما ذكر في غير الأحاديث التي عللها عبد الحق الإشبيلي بعنعنة بن الزبير، سكت عن بعض الأحاديث التي رواها مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر، فقال رواه مسلم عن جابر، فأوهم القارئ أن هذا الحديث وأمثاله سالم من علة العنانة عنانة ابن الزبير. فتتبع ابن القطان بروح علمية واسعة رحيبة جدا، ووضع هذه الأحاديث بين يدي القارئ حتى يكون على بينة أن هذه الأحاديث معللة بعنانة ابن الزبير عن جابر. وجاء دوري أنا قديما قبل أن أطلع على هذا الكتاب وحديثا، تعلمون إن شاء الله أن هناك كتابا مطبوعا منذ سنين بعيدة، ألا وهو مختصر مسلم للإمام المنذري بتعليق وتحقيق، وكنت علقت على كثير من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر، ومن هنا دخل في الاعتداء علي ذلك المصري الجائر، مع أنني حاولت قديما وزدت ذلك حديثا أن أنقذ كثيرا من الأحاديث التي رواها مسلم من طريق ابن الزبير عن جابر أن أنقذها من الضعف، إما بتتبع حديث ابن الزبير هذا في مصادر أخرى من كتب السنة صرح فيها بالتحديث، فبينت بعض الأحاديث التي جاءت معنعنة في صحيح مسلم فعلقت وقلت لكن صرح أبو الزبير بالتحديث في مسند أحمد أو في غيره. والآن نعد هذا الكتاب لطبعة جديدة فيها زيادة تحقيق بصورة خاصة في هذه الناحية، فتقصدت تتبع ما رواه مسلم من طريق أبي الزبير، حاولت إنقاذ ما أمكنني إنقاذه من جديد من العلة بالعنعنة، بأن أجد تصريحا لأبي الزبير في بعض الكتب، أو أن أجد لذلك شاهدا أو تابعا ينجو الحديث من ذاك من الإعلال بالعنعنة إلى الصحة التي تناسب صحيح الإمام مسلم.
ذكر ابن القيم الوابل الصيب صنع النار رحمه الله. ابن القيم له قولان الذي ينبغي الاعتماد عليه، هو التفصيل الذي ذكره في الوابل الصيب. النار ناران، فنار للكفار ونار يعذب فيها فساق المسلمين، فالنار الأولى لا تفنى والنار الأخرى هي التي تفنى. وما يوجد في بعض كتبه وكتب شيخه ابن تيمية مما ظاهر كلامهما القول بفناء النار مطلقا، ينبغي حمل ذلك على فناء النار التي يدخلها فساق المسلمين، لأنهم سينجون يوما ما، كما قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره. وبخاصة أنني قد وضعت لهذا الكتاب مقدمة تبلغ نحو 50 صفحة، أكدت ما ذهب إليه الصنعاني رحمه الله من أن فناء النار الكفار هذا قول يخالف الكتاب والسنة، والظن بشيخ الإسلام ابن تيمية ثم بتلميذه ابن القيم الجوزية أن لا يقع في مثل هذه المخالفة الصريحة، فينبغي حمل النار التي قال بفنائها على نار الفساق من هذه الأمة وليس على نار الكفار. نعم. كيف؟ هذا جميل. كيف؟ صح، بس هذا استدلال دون ذاك الاستدلال، لأن هذا شريعة من قبلنا، أما ذاك الاستدلال فله وجه. لكننا خلينا ندرس، هل تعتقد أن عثمان بن أبي العاص الثقفي الذي قال اجعلني على قومي أو أميرا قومي، فقال له عليه السلام أنت إمامهم واقتدي بأضعافهم ولا تتخذ مؤذنا يأخذ على أذانه أجرا، هل هذه المسألة الجزئية يجوز اتخاذها نظاما وقاعدة، فيجوز لكل مسلم أن يطلب أن يولى؟ أنبئوني بعلمه. كل مسلم نعم قادر أن يواكب نفسه لأنه فقير معتصم. حط قيود ما شئت من الطالب للولاية، قال يولى إن لا يولى. نعم إذا كانت الدولة الإسلامية قائمة وطبعا نحن شو بنحكي عن دولة دولة كرتون من ورق. طيب، لكن هذا الاستدلال هو في الدولة الإسلامية ولا شك. طيب، فهل هذا ينقض القاعدة إن لا نولي من طلب الولاية؟ لا ينقض القاعدة، دائما من قواعد العلمية الصحيحة أنه إذا كان هناك قاعدة عامة ثم وجدنا جزئية ما تخالف القاعدة لا يجوز أن نضرب القاعدة بهذه الجزئية، وإنما نستثنيها ونقول القاعدة سليمة لكن هذه الجزئية لا ملابسات ولا ما يسوغها أو يبررها. فالآن عثمان ابن إيش قلنا؟ عثمان ابن أبي العاص الثقفي جاء هو وقومه ليبايع الرسول عليه السلام على الإسلام، وكان هو سبق قومه إلى الإسلام. فلما رجع مع قومه فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمكن من معرفة من يليق بأن يكون إماما على قومه، قوم عثمان بن أبي العاص. فهنا شبه كبير جدا بالآية التي ذكرها الأخ آنفا حين قال يوسف لعزيز مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فهذا ليس تزكية لنفسه أولا، وثانيا لأن عزيز مصر يجهل تماما قدرة يوسف عليه السلام كما يجهل نبوته. ففي هذه الحالة ممكن أن يستثنى من القاعدة، لأن القاعدة تعني أن من يطلب الولاية إنما يعني ليستفيد من ورائها، وقد يستفيد منها ليس مالا وإنما جاهد ومنزلة وسمعة عند الناس، وهذا الإمارة تفسده
كما تفسد الضعيف في إرادته. عثمان بن أبي العاص لما جاء مع قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا، فمن يقود هذه الجماعة ومن يقوم عليها؟ هو يعرف نفسه ويعرف قومه، ولا يمكن عادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف من هو الأولى بإمارة هذه القبيلة بخاصة. فقال عثمان رضي الله عنه اجعلني إماما، فقال له كما سمعت. الشاهد أن هذه الجزئية لا يجوز اتخاذها مبدأ وقاعدة، وبخاصة مثل ما لاحظ الأخ وكلكم معه في ذلك، أن هذا الزمن زمن حب الظهور واستغلال المناصب وإلى آخره. لو كنا في ذاك الزمن وتذكرنا القاعدة كنا نلتزم القاعدة، فما بالنا في هذا الزمن الذي عم الرياء وعم حب التوظف حتى الخطابة والإمامة والقضاء والإفتاء للدنيا وليس للآخرة. إلا القليل من عباد الله عز وجل. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام، وبقول هذا نختم هذا المجلس الطيب إن شاء الله، بشر هذه الأمة بالرفعة والسناء والمجد والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عملا للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين في عبادتنا لربنا، العارفين بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم، والحريصين على الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. وهو كان سئل قبل أيام عن أن هنالك جماعة إسلامية اختلف أحد أعضائها مع أميرها في مسائل شرعية، خلافات فقهية أو في مسائل الدعوة، وفصل. هل يجوز الأمير أن يفصل هذا الرجل؟ وكنت أنا عقبت بعد الجلسة قلت لك فيه سؤال يعني عام، وهو مثلا إذا كان هذا العضو يعني يجلب المساعد في الجماعة يعني بقلة علمه وفقهه في الدعوة ويجلب لها كذلك مشاكل، ويعني نصح أكثر من مرة ولم ينتصح، فهل في ذلك يجوز له أن يفصل؟ يعني هل يجوز الأمير أن يفصل؟ أنا لا أفهم أن الفصل هو الحل، وإنما الحل هو إيقافه وكفى. وإلا فإيش معنى فصل من جماعة وهو منهم؟ كل ما في الأمر أنه أخطأ الطريق في أمر ما الذي يريد أن يفصله أو يريد أن يثبه هو أدرى بحقائق ما فعل. فالفصل غير وارد إطلاقا في مثل هذه الجماعة. إذا كان هذا الشخص هو الحجر نفسه وأسلوبه الجماعة تقول أسلوبه غير طيب، اتفقت الجماعة وبدلا عن تنزله من الأمارة وتولي غيره فصلته من الأمارة ومن جماعتها مرة ثانية. وكانوا مبيعين له؟ لا في الأول لا لا بيع. إذا كان ما في بيعة وهي غير مشروعة بطبيعة الحال بالنسبة للجماعات، فحينئذ إذا اتفق أهل الرأي والعقل والعلم والدين على إبعاده عن الرياسة فهذا لا يعني الفصل، ويعني ما قلت آلفا قبل أن توضح أنه هو الرئيس الذي يفصل. فأنا ظننت أنه قلب الإبراد فقلت ما في داعي للفصل، وإنما يبعد عن العمل الذي أساء فيه. وإذا كان المقصود بالسؤال السابق هو إمام الجماعة رئيس الجماعة، فحينئذ أولى وأولى أن لا يبصر، وإنما يبعد عن هذه الوظيفة أو عن هذه الولاية وينصب مكانه ممن هو أولى منه. وإلا الفصل معناه أننا نفتح له طريق الكيد والمكر بهؤلاء الجماعة، فتصبح القضية أكبر خطورة مما لو أوقفوه وحافظوا على بقائه مع الجماعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله كيفية الإيقاف يكفي بارك الله فيك. صحيح ما ذكر صيغة الحاوي خلاص ما شوية وري المقيمات شكرا.
كتاب الحافظ السيوطي يذكر ان يعني عن طريق التتبع ان الحافظ حجر في خصوص الحبير ما سكت عنه فهو حسن. ما الذي يقول الاذهب؟ نقل البصر العقرب زي رسالته لتكتيب الموت عن السيوطي في كتاب الحافظ. فلا تتبع كل صحيح. لا ادري شو بيقول يعني لم نره الحافظ بن حجر يدعي الدعوة في غير الفتح او اذا لم يفي بشرطه الفتح فاولى ان لا يحجي. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هل يوجد فتاه ملتزمه ان تدرس في جامعه مختلطه بحجه انها ملتزمه بالحجاب الشرعي وانها تجلس في مقعد او كرسي منفرد وبعيدا قليلا عن الشباب والذكور وبحجه انها تدعو بنا لجلوس اهل الدعوه الى الله والالتزام بها ولا باس ان اذكرهم ان غالبيه الكليات لا تستفيد من الدراسه فيها مثل كليه القانون الزراعه الهندسه وما شابهها. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هذا السؤال هو كغير من الاسئله التي تدخل في القاعده غير الاسلاميه الغايه تبرر الوسيله. هذه امرأة تريد أن تدرس في الجامعة التي يختلط فيها الشباب بالشابات من أجل ماذا؟ من أجل أن تدعو إلى الإسلام، تتعلم وتدعو إلى الإسلام. فيعود الكلام السابق، هي تحرق نفسها من أجل أن تفيد غيرها، ترتكب مخالفات شرعية لا مبرر لها لارتكاب هذه المخالفات، لأن طلبها العلم في الجامعات اليوم في الأصل ما هو فرض عين عليها، حتى تغض النظر عن بعض الأمور التي ليست بمثابة فرض عين، وكل ما يقال أن هذا يمكن يكون فرض كفائي إذا قام به البعض سقط عن الباقين. لكن مع ذلك أنا أظن أن الطالبات اليوم يدرسون من العلوم في الجامعات ما ضرره أكثر من نفعه، فكيف اتخذ هذا وسيلة للدعوة إلى الإسلام؟ يقول ما رأي فضيلتكم في الأحاديث الواردة في كتاب الإشاعة لما كان ويكون بين يد الساعة وكتاب الإذاعة وذلك حول الأمارات الدالة على قرب خروج الإمام المهدي وعلامات خروجه وهي كما ذكرها جفاف بحيرة الطبرية انحسار نهر الفرات وجفاف مياهه عن جبل من ذهب عدم إثمار نخل بيسان انكساف الشمس في أول رمضان وانكساف القمر في ليلة النصف منه وهل قطع مياه الفرات الآن عن سوريا والعراق في الوقت الحاضر أفيدونا أثابكم الله بإسهاب عن هذا الموضوع. أما القطع المذكور فليس له علاقة بأشراط الساعة فإنه خلاف سياسي قد يزول إن شاء الله. أما كسوف الشمس والقمر فليس فيه حديث صحيح. أما سائر العلامات التي ذكرت في السؤال فهي ثابتة. وأخيرا فليس هناك تحديد لوقت خروج المهدي ونزول عيسى عليهما السلام، ولا أعتقد أن هذا الوقت هو فيه نذر وعلامات لتمكننا من تحديد وقت خروج المهدي أو نزول عيسى عليه السلام. لا سبيل إلا ادعاء شيء من ذلك إلا على سبيل التظنن والتخرص، وهذا لا يجوز في دين الله. وأنا أقول بمثل هذه المناسبة أن كثيرا ممن ينتمي إلى العلم وإلى الدعوة إلى الإسلام قد ينكر أحاديث نزول عيسى عليه السلام وخروج المهدي عليه السلام لأنها كواقع مع الأسف الشديد كانت سببا بسبب سوء فهم الأمة لهذه الأحاديث، كانت سببا لتواكل المسلمين وتقاعسهم عن القيام بواجب العمل لإعادة الإسلام حكما قائما في أرض الإسلام. والواقع أن هذه الأحاديث لا تعني هذا المعنى المنحرف. ومن المؤسف أن بعض الدعاة بديلا أن يقوموا بواجب نشر هذه العقيدة لثبوتها في كتب السنة ثبوتا متواترا من جهة، ومن جهة أخرى بديل أن يفهم الأمة المقصد الأسنى من تبشير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذه الأمة بخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام، بدل النشر والتبشير والتفخيم ماذا فعلوا؟ لقد أنكروا هذه الأحاديث الصحيحة وأوجدوا بلبلة بين المسلمين الذين ليس عندهم من الوعي والتوعية تمكنهم
من تمييز الأقوال الصحيحة من الأقوال الضعيفة. يجب على كل مسلم أن يدرس الأحاديث على منهج علماء الحديث وليس على منهج علماء الرأي والفلسفة العقلية المحضة، فالفلسفة لا حدود لها، وكل يرى ما يناسب هواه وما يناسب ثقافته، وإنما الطريق لمعرفة ما صح عن الرسول وما لم يصح إنما هو طريق علماء الحديث منذ أن كانوا على وجه الأرض إلى أن تقوم الساعة، وهو رجوع إلى أسانيد الأحاديث وإلى تراجم رواتها. وقد تبين لكل عالم بالحديث أن هذه الأحاديث، أحاديث نزول عيسى وخروج المهدي، أحاديث صحيحة لا يجوز إنكارها، وإنكارها يعرض منكرها، ولا شك لمفسدتين أحلاهما مر، إما الكفر لأنه جحد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتواتر، أو الفسق إذا كان لم يقم بواجب البحث والتحقيق وهو عالم يستطيع القيام بذلك. هذا هو الواجب الأول، أن نثبت هذه الأحاديث لأنها صحيحة لا شك ولا ريب فيها. الواجب الثاني أن نفهم الأمة أن هذه الأحاديث لا تعني أن الأمة ينبغي أن تتواكل وأن تنتظر خروج المهدي ونزول عيسى، بل عليها كلها أن تعمل لعزة الإسلام ولتطبيق الإسلام، وحين ذاك سيشعرون بأن الأمة بحاجة إلى وحدة الكلمة قبل كل شيء، ثم إلى رجل يقودهم إلى العز والمجد الغابر. هذا الرجل قد يكون المهدي عليه السلام، وقد يكون رجلا مصلحا قبل خروجه هو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بشر هذه الأمة بقوله: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فالمجددون والحمد لله موجودون ومتتابعون على رأس كل 100 سنة، فقد يكون المهدي على رأس 100 سنة القابلة، وقد يكون بعد 200 سنة، وقد، لأن هذا غيب لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. لكن المسلمين عليهم أن يعملوا واجبهم، ثم قد ربنا عز وجل يرسل إليهم مصلحا يجمع كلمتهم ويقيم دولتهم، وما ذلك على الله بعزيز. تفضل. حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن الترجل إلا غبا. نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الترجل إلا غبا، أي لا ينبغي للمسلم أن يكون ديدنه الاعتناء بزينته وبترجيل وتسريح شعره كل يوم، حسبه أن يرجل وأن يسرح شعره يوما دون يوم وليس كل يوم، وهذا لنهي عليه الصلاة والسلام عن كثير من الإرفاه. الإرفاه لا يليق بالرجال، الرجال يجب أن يعيشوا وأن يتعودوا الحياة الضنك، الحياة الشديدة، ولا ينفي ذلك أن يتنعموا أحيانا، ولذلك أباح الترجل يوما غبا، أي يوم يترجل ويوما لا يترجل، من باب ما قلناه آنفا أن لا يغالي في الترفه استعدادا ليكون رجلا قويا يعد نفسه للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ومن كان ديدنه أن يزين نفسه وأن يقف أمام المرآة كل يوم يسرح شعره، فهذا يلحق بالنساء ولا يلحق بالرجال، ولذلك جاء عليه الصلاة والسلام بالنهج الذي يقوم أطباع الرجال ويجعلهم لا يتشبهون بالنساء، فالمرأة هي التي تقف كل يوم أمام المرآة
أما الرجل فينبغي أن يترفع أن يكون كالنساء حبا في الجمال وفي الزينة، وذلك لا ينفي أن يكون المسلم متزينا ومتجملا، ولكن هكذا وهكذا، وذلك ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقد نهى عن كثير من الإرفاه، وكان الرسول عليه السلام يلبس ما تيسر له ويتزين في العيدين ويوم الجمعة، وهكذا ينبغي أن يكون قدوتنا رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا لا يجوز عليهم إذا تعمدوا ذلك أن يعودوا إلى ميقاتهم وأن يحرموا مجددا، وبعض العلماء يوجب الهدي ولكن لا أعلم في ذلك ما يوجب، ويكفيهم الإثم إذا كانوا جاهلين، حكمهم حكم ذاك الأعرابي الذي أحرم بالعمرة وعليه جبة متضمخة بالطيب ولم يأمر الرسول عليه السلام بهدي أو بكفارة. نعم. علماء في السودان بيعملوا يعني يكتبوا القرآن بالمداد ويشربوه بعض المريدين وكذا، كذلك البخرات يعني يكتبوا القرآن آية قرآنية ورق صغيرة ويعطوها للمريض لكي يستنشقها، فالأدلة التي تمنع ذلك لعلمي، لكن لم يصح نقله عن السلف فلا نراه مشروعا. أرسل زوجه عند أهلها وبعد فترة طلب العودة، فقال له المرسل أنها ترفض الحضور فطلقها، وعند التحقيق قالت لم أقل، وكانت الطلقة الثالثة، فهل تحتسب؟ قالت لم أقل، لم أقل للمرسل، وعند نعم أرسل لها رجلا، المرسل قال له أنها رفضت ولكنها قالت لم أقل، هذا للمرسل لم أرفض يعني، فهل تحتسب هذه الطلقة؟ هذه تحتاج إلى قضاء للتحقيق في موضوع إنكار المرأة أنها قالت لم أرفض، فإذا صح أنها يعني لم ترفض وأن الوصيد كان كاذبا عليها فالطلاق لا يقع الحالة هذه، لأنه يشبه طلاق المكره. أيوة ما صحت هذا الحديث، أما الحديث فهو صحيح، والمخنث هو الرجل يتشبه بالنساء في لباسه في مشيته في ترجله أيضا كما ذكرت آنفا، هذا المخنث الذي يقلد النساء لا رجولة عنده فهو ملعون، وكما جاء في حديث البخاري بلفظ لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. أما المترجلات فهن المتشبهات، أي يتشبهن بالرجال، وتشبه النساء بالرجال إنما هو أيضا في مشيتهن في تبخترهن في توسطهن الطرقات في مخالطتهن للرجال في مجالستهن للرجال، فكل عمل يفعله الرجال يتشبهن بهذا العمل الخاص بالرجال فهو الترجل، وهو تشبه المرأة بالرجال، وذلك مما لا يجوز. وأقبح التشبه أن تلبس المرأة لبسة الرجل، والرجل مثلا لباسه قصير فهي تلبس اللباس القصير، الرجل يكشف عن رأسه وعن وجهه وعن شيء من صدره فهي أيضا تتشبه مثله، لذلك كان هذا من أسوأ تشبه تقوم به المرأة فتستحق بذلك لعنة الله والبعد عن جنة الله تبارك وتعالى، كما جاء في الحديث الصحيح صنفان من الناس لم أرهما بعد، رجال بأيديهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات
عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة بخت مائلة إلعنوهن فإنهن ملعونات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا توجد من مسيرة كذا وكذا. وجاء في بعض الأحاديث الأخرى أن ريح الجنة توجد من مسيرة 100 عام. فعلى الرجال أن يحرصن على أن لا يسمحن لأنفسهم على أن لا يسمحوا لأنفسهم أن يتشبهوا بشيء من ما يتعلق بالنساء، ولا أن يسمحوا للنساء اللاتي يلذن بهم من الرجال، لا يسمحون للنساء أن يتشبهن بالرجال محافظة لهم على أن يكونوا مقربين عند الله تبارك وتعالى غير بعيدين من رحمته عز وجل. في طلاق ثلاث في مكان واحد وفي زمن واحد تقرن به أو تقرن بوقوع واحدة؟ طلاق نسأل قول الجمهور نعم تقرن بوقوع ثلاث أم بواحد؟ الطلاق بلفظ ثلاث في مجلس واحد السنة صريحة في ذلك أنها تعتبر هذا الطلاق طلقة واحدة. وقد فاء بعض الناس في هذا الزمان إلى هذه الحقيقة اضطرتهم إليها ليس بحثهم العلمي المتجرد عن العصبية المذهبية، وإنما هو ملاحظتهم كثرة المشاكل التي تقع بين الزوجين لمجرد أنه طلق زوجته بلفظ ثلاث في مجلس واحد، فرأوا تخفيف هذه المشاكل بطريق تبني الرأي القديم الذي عمل به ابن تيمية وابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. وكان الواجب أن يحتجوا في ذلك ليس بالمصلحة المدعاة، وإنما بأن السنة هكذا كانت في عهد الرسول عليه السلام وفي عهد أبي بكر، وشطر من خلافة عمر كان الطلاق بلفظ ثلاث طلقة واحدة. ثم رأى عمر أن ينفذها عليهم ثلاثا عقوبة لهم لأنهم خالفوا السنة، سنة الطلاق، لأن الله عز وجل يقول الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، أي في كل طلقة إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فالذي يجمع الطلقات الثلاث قد حرم على نفسه هذه الفسحة التي شرعها الله لعباده في قوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ولذلك قال فلو أننا نفذناها عليهم ثلاثا، ففعل رضي الله عنه ذلك، وكان هذا اجتهاد منه لا يخطأ في زمانه، وإنما يخطأ الذين نسوا السنة وتمسكوا باجتهاد عمر ولم يلاحظوا أن اجتهاده كان اجتهادا زمنيا معاصرا مناسبا له. الرجوع إلى السنة هو الواجب في كل شيء مهما كانت الآراء ومهما كان أصحابها علماء أو مجتهدين، فإن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الألباني الإسلامية بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.